لعلي في الأول يجب أن أشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي ذكرتها هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين بارزين في الجيش الإسرائيلي بأن عملية رفح ربما ستنتهي في غضون أسابيع قليلة، وأن القتال سيبدأ بعدها في الشمال، أو العمليات ستتحول إلى الشمال. اسمح لي دكتور حسن، يعني أبدأ مع اللواء واصف عريقات إزاء هذه التصريحات الأخيرة من هيئة البث الإسرائيلية. تفضل أستاذ اللواء واصف. تحياتي لك ولضيفك الكريم. يعني أعتقد نحن نتحدث عن 266 يوم من وجود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، يرتكب مجازر جرائم حرب، إبادة جماعية، تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني، ومع كل ذلك الشعب الفلسطيني صابر صامد، المقاومة الفلسطينية باسلة تتصدى للاحتلال الإسرائيلي رغم الإمكانيات غير المتكافئة ما بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. ومنذ 266 يوم ونحن نسمع تصريحات وتهديدات، وكلها ثبت أن الجيش الإسرائيلي وقيادة الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية الإسرائيلية لا تعتمد على حقائق ميدانية على الأرض. الحقائق الميدانية على الأرض تقول بأن الجيش الإسرائيلي حتى الآن وبعد مرور 266 يوم لم يحقق الأهداف العسكرية التي انطلق من أجلها، وهي القضاء على المقاومة الفلسطينية وتحرير الأسرى بالقوة العسكرية. الأهداف غير المعلنة هي التي تم تحقيقها، وهي المجازر، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، تجويع الشعب الفلسطيني، تهجير الشعب الفلسطيني. هناك أكثر من 2 مليون فلسطيني الآن يعيشون خارج منازلهم بالشوارع دون ماء، دون غذاء، دون كهرباء. هذا صحيح، ولكن أيضا هناك مقاومة باسلة حتى الآن تحرم الجيش الإسرائيلي من الثبات والسيطرة على الأرض، وتحرمه من تحقيق أهدافه العسكرية، وتبقيه في حالة الدفاع عن النفس. وما دام الجيش الإسرائيلي، وبالعلم العسكري معروف أنه ما دام الجندي والضابط في حالة الدفاع عن النفس، هذا يعني أنه لا يسيطر على الأرض، ومن يسيطر على الأرض هي المقاومة الفلسطينية. طيب على أي أساس إذن سيعلن انتهاء العملية في رفح بعد أسابيع قليلة؟ يعني هذا يؤكد بأن هذه القيادة يعني تعيش في أوهام. يعني أعضاء مجلس الحرب ماذا قالوا؟ قالوا وصلنا إلى طريق مسدود مع المقاومة الفلسطينية، وقالوا أيضا لا يوجد حلول سحرية مع المقاومة الفلسطينية. وكما تفضلتم قبل قليل في تقريركم وقلتم الناطق العسكري الإسرائيلي قال الحديث عن القضاء على المقاومة الفلسطينية هو عبارة عن ذر رماد بالعيون. إذا نحن نتحدث عن جيش، نصف هذا الجيش الآن يقول بأنه لن يجدد خدمته العسكرية. هناك أكثر من 700 ألف إسرائيلي، من ضمنهم جنود بالاحتياط، هاجروا من فلسطين المحتلة ودون أن يبلغوا وحداتهم العسكرية. ما استدعى رفع سن الاحتياط عام إضافي مؤخرا. صحيح، وهذا خلل بنيوي وخلل استراتيجي في بنيان الجيش الإسرائيلي. ومعروف عادة يعني المعنويات هي الأساس عند الجندي الإسرائيلي، عند أي جندي في العالم، لأنه ليس المهم هو السلاح، المهم من يستخدم هذا السلاح. صحيح. من يستخدم هذا السلاح بفعالية هو المقاوم الفلسطيني الذي نشاهده بالصوت وبالصورة يبث الأفلام ويقول الله أكبر ويضرب وينصب الكمائن ويحقق خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي. طيب.